هناخد الستاتيك اي بي الستاتيك روت باستخدام الاي بي فيرجن 6. هو احنا خدنا قبل كده ازاي نحط اي بي فيرجن 6 على الانترفيس بطريقتين اتنين اللي هي الفول والاي يو 64. ها ما خدناهوش؟ لا ما خدناش. اي بي فيرجن 6. طيب حاضر. ازاي احط بقى اي بي فيرجن 6 للانترفيس واحده واحده كده لو حتى ما تاخدش نعيدها تاني. حاضر. ازاي نحط اي بي فيرجن 6 للانترفيس؟ في عندي طريقتين اتنين، مانوال بايديا وديناميك اللي هو عليا كده اوتوماتيك. الاوتوماتيك دي لسه هناخدها في شابتر كامل اسمه دي اتش سي بي فيرجن كام؟ فيرجن 6. انما المانوال في طريقتين فيها، لا اما احطها كلها فل بايديا، لا اما اشتغل بطريقه اسمها الاي او ار 64. ودي شغلنا بقى دلوقتي. تمام؟ رقص حتى فاكر كبر دماغك. تمام؟ اي او 64 وفل. ايه الدنيا دي؟ تعالى كده نشوف. صلح النبي. انا عندي راوتر اهو متوصل بشبكه، وهوصله بشبكه هيك ثانيه كده، وهوصله بشبكه كده. هتبقى الشبكه دي يا عم محمد 2001 اي 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 اي. انا عايزها كده اي 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 نقطتين نقطتين سلاش 64. مش انتوا فاكرين ان كان طوله 128 اللي هو 8 بلوكات؟ الاربع بلوكات الاولانيين بيبقوا شبكه، والاربع بلوكات التانيين بيبقوا ايه؟ شبكه الهوست. هوست تمام كده. طب الشبكه الثانيه دول هيبقوا هتبقى كام؟ انا عايز احطها 2001 بي 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 مزاجي كده يا اخي. بي 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 اهو 64. الشبكه دي عايز احطها 2001 سي 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 اهو 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 والبورت ده كام يا جماعه؟ ده فاست 0 على 0، وده سيريال 0 على 2 على 0، وده سيريال 0 على 2 على 0، وده فاست ايه 0 على 0. انا عايز اجي على الانترفيس ده ايه وادي لها الاي بي بالكامل بايدي يا ولاء، يعني ادي لها فل الطريقه الاولانيه. يعني اعمل ايه؟ عايز كده اخش ادي لها اي بي 2001 اي 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 اهو. دول كده كام؟ دول النتورك اللي هم الاربعه بلوك الاولانيين. طيب وبتوع الهوست عايز الاي بي بتاع الهوست يبقى 1 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
اكتب كله الاي بي يا باسم بايدي. انا مش عايز اكتب اصفار عشان الناس ما تتلخبطش، عايز بس اوصل معلومه. ها قال لك اول ما تيجي تحط اي بي فيرجن 6 يا محمد لازم الاول تاكتف الاي بي فيرجن 6 على الراوتر بكوماند اسمه ايه؟ بكوماند اسمه اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتينج. يبقى احنا اول حاجه يا ولد هنعملها ايه؟ هنكتب الفيرجن 6 على الراوتر بكوماند اسمه اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتينج. وانت بتختار الراوتر لازم تجيب راوتر اعلى من 2800 جديد يعني عشان يبقى معاك الاي بي فيرجن 6. اهو هنيجي كده على الباكت تريسر. هنجيب راوتر 2800 اهو، هذا الراوتر عندي. فين 2800؟ اهو اهو. عايز اشغل على الراوتر دوت اي بي فيرجن 6. الاول هات سويتش، هات يا عم اهي اهي وادي اجهزه وده اللينك اهو. نروق العمليه على الاخر اهو.
وهنيجي على الراوتر ده نحط جواه سيريال اهو، وهنيجي على الراوتر ده نحط جواه سيريال اهو، وهنيجي نعمل ايه؟ نحط ما بينهم سيريال اهو. ماشي؟ السيريال ده اللي هو اللي عليه الكلوك ريت، مش احنا قلنا واحد منهم بيبقى دي سي اي والتاني دي تي اي، انما ده ما فيش فيه كلوك ريت، ده اوتوماتيك على طول يعني. طيب هنيجي على الراوتر ده، هنيجي نقول له ايه؟ نيبل كونفيجر تيرمينال هوست نيم كايرو، عايز اشغل اي بي فيرجن 6 يا عم باسم، اي بي في 6 يونيكاست راوتينج، ده لازم اكتبه. هو عايز احط اي بي للانترفيس، بقى هعمل انترفيس فاست 0 على 0، الكوماند هناك كان اسمه اي بي ادرس، هنا هيبقى اسمه اي بي فيرجن 6 ايه ادرس، وهديله الاي بي بايديا بالكامل اهو، اي 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 كده خلصت رقم الشبكة، واحد 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 كده خلصت رقم الوسط، بدل ما اكتب السبنت ماسك بكتب كده ستاش اربعة وكام؟ ما وقفتش مش كملت؟ لا بس اه نطني؟ مفيش اصفار هنا خالص، هنا مفيش اصفار اه، لان ده اي بي، هناك كان شبكه يا بسوم، هنا هنا كان شبكه حبيبي اهو، دي كانت شبكه كده، انا كنت بتكلم عن الشبكه عن الشبكه، انما انا بتكلم هنا على الاي بي بتاع الانترفيس، فهمتني؟ فاهم ولا لا؟ لا بص يا باشا الشبكه بتاعتي انا كنت بكتب 192 على الرجل كده 168 10 واجي على الانترفيس اديلها 192 168 واحد واحد طب ما هي اعمل حاجه انا كاتب 2001 اي 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 اهو اي 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 ونقطتين نقطتين اول جهاز بالشبكه دي هيبقى واحد تاني جهاز اثنين تاني جهاز ثلاثه مش دي شبكه؟ دي شبكه لما بدات تتبع بقى 001 اللي ايه؟ بتبقى واحد دي؟ انت فوق دي بكام؟ دي فيها كام صفر؟ 8 4 4 اصفار الله يكرمك اهو كده ايوه وكمان 4 اصفار 32 يا عم اهو 16 صفر اه تمام طيب لما اجي بقى الشبكه افك بقى افك بقى يا نهار ابيض ده انت في كام؟ ده اول اي بي اهو اقعد بقى عيش حياتك بقى انا ماليش دعوه انت لو قلت عايز تفك انا اي بي اهو ذاكر بس ماشي كويس ذاكر عايز نوصل لواحد واحد دي انا كاتبه كده انا عندي انت كاتبه اه مختار كده ده انت ليه بتمشي ده وقت جميل لحد ما توصل ايه بدل ما تكتب 10 تكتب ايه بعدين بي وبعدين سي دي اي اف اف خلاص انا كده قفلت الواحد ده الواحد ابدا الواحد اللي بعده يمين واحد زيرو طيب انا ماشيينه لحد ايه ليه دول مرة واحدة. أنا بقول لك حاجة تانية. أنت عارفين عندكم كام هنا؟ عندكم كل واحد من دول فيه كام بيت؟ فيه 4 بيت. يعني عندك 2 أس 64 رقم. ده الأي بي فيرجن 4 كان كله 2.36 كل اللي في الأربع حاجة. هنا الشبكة الواحدة فيها 2 أس 64 أي بي. 16 مليار. ما قلنا رقم إحنا ما حدش سألنا عليه ده. 16 مليار ده اسمه. تمام فانا مختار منه يا بسوم ده هيفرق معايا بحاجه لا فاهمني كنت ممكن اخليه كله صفار في الاخر واحد بس انا عايز اوضح بس ان طوله هو كبير يعني تمام كده عشان محمد منصور مش واخد باله منه فاقول له الاي بي طويل بس تمام ها يلا كده فانا هاجي هنا اهو وحطيت الاي بي اهو قلت له ايه 64 وبعدين يا معلم نو شوت داون حلو قوي يعني كده حطيت اي بي فيرجن 6 بايديا الانترفيس اهو فين الوورد ملف الوورد فين يا ابني ستاتيك روت خلي ده بقى ايه
يا عم معايا خليه معايا يلا هنج يهنج بقى نعمل ايه. ادر اي بي فيرجن 6 اهو اي بي فيرجن 6. اول حاجه بحط الاي بي للانترفيس بايدي الفل اهي. تعال كده نشوف الشيء حالا اهو كده رضي قوي من عند ربنا. بس هو يثبت بس على كده ها كونفيجر تيرمينال وبعدين دخلت عملت هوست نيم كايرو وبعدين دخلت قلت له اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتينج شايفين وبعدين دخلت جوه الانترفيس اهو وقمت جاي قايل له اي بي فيرجن 6 ادرس ومديله الاي بي سلاش كام 64 وبعدين نو شوت داون. ال 64 دي بدل مين 255 ما عادش بقى خلاص الكلام ده حلو. طيب الطريقه الثانيه المانوال اللي ممكن احط بيها اي بي فيرجن 6 اهو احنا قلنا طريقتين. في طريقه منهم اسمها فول ودي اللي عملناها وفي طريقه منها اسمها ايه اي او ار 64. ايه الاي او ار 64 دي؟ ان انا بسوم هاجي على الانترفيس لو نفترض ان ده رقم الشبكه اهو اهو مش ده رقم الشبكه بتاعي اللي هو اربع حتت. هقول له ايه؟ هقول له ايه الجزء اللي فاضل ده؟ انت ناقصك هنا اربع بلوكات صح؟ روح هاتهم من الماك بتاعك. انا بقول للجهاز كده هد الجهاز اول اربع حتت. طب الاربع حتت التانيين بتوع الجهاز هيجيبهم ازاي؟ اقول له استخدم الماك بتاعك وكريتهم. اول ما تقول له اي 64 يعمل ايه هو؟ طريقه الاي اي 64 ديت يا معلم بتاخد الماك بتاع الجهاز وتعمل عليه خطوتين. اول ستيب بتضيف النص بتاعه 3 اف اي. ثاني ستيب بتروح للبت السابع لو بزيرو تخليه واحد. مش عامل حاجه خالص. تعال نشوف هو الماك ادرس بتاع الانترفيس بيبقى عامل ازاي. بص كده لو عايز اجيب الماك ادرس بتاع الفتحه ده بتاع الفص ده اجيبها ازاي؟ عادي جدا. لا اما اخش على الكوماندات يا معلم واقول له شو انترفيس وانت لا يا عم واسم الانترفيس زيرو على زيرو فقال لي ان الماك ادرس اهو اهو بس ده ثلاث حتت انا عايز اربعه. انا مديك اربعه للشبكه فانا عايز اربعه كمان عشان اكمل الاي بي. هقوم جاي في النص بالظبط. فين في النص؟ اهو وحاطط 3 اف اي. حلو حلوه اللعبه حلوه دي. ده اول خطوه جاي في النص بالظبط وحاطط 3 اف اي ورايح للبت السابع لو كان بزيرو اخليه بواحد. فين البت السابع؟ مش ده 4 بت؟ استنى بس الزيرو ده كام الاولاني؟ 4 اصفار. والزيرو الثاني كام صفر؟ 4 اصفار. فين البت السابع يا عم محمد؟ عد كده 1 2 3 4 5 6 7 لقيته بصفر حط 1. الاربع اصفار يقروا ايه؟ صفر. طب صفرين 1 0 الواحد تحت الاثنين يقرا 2. ها تاني ها يبقى تاني واحده واحده كده تاني واحده واحده كده. انا عندي رقم الشبكه فين؟ رقم الشبكه 2001 سي 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 اهو سي 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 اهو نقطتين نقطتين. مش ده رقم الشبكه؟ انا عايز اربع بلوكات عشان اكون الاي بي اللي هو الثمان بلوكات. فانا بدي الراجل رقم الشبكه واقول له ايه 64 وماليش دعوه. هو الجهاز بيعمل ايه بقى؟ بيروح يجيب الماك بتاع الجهاز اهو الماك بتاع الجهاز. حلو بس الماك عندي يا معلم كام بلوك؟ ثلاث بلوكات. يقوم واخدهم كده ويقوم حاططهم ايه؟ هنا اهو ويقوم جاي في النص اول خطوه اف 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 اي. حلو حلو رايح للبت السابع. فين البت السابع؟ ده اربع اصفار. مش كل واحده من دول بتوزع في 4 بت؟ مش احنا قلنا هيكس ديسيمال؟ احنا قلنا هيكس ديسيمال
هيكس ديسمال يعني ايه؟ لما اقول صفر وصفر يبقى ده في اربع اصفار وده فين؟ في اربع اصفار. ما ده هيكس ديسمال، اما الديسمال يبقى 8. فين البيت السابع؟ ده 1 2 3 4 5 6 7 يا معلم. اشطب دي وقت مكانها ايه؟ 1. الاربع اصفار تنطق معايا ايه تاني؟ صفر. طب والصفرين 1 0 ينطق معايا ايه؟ 2. يبقى 0 2 بقى. يا واد ما هو 0 1 0 0 مش ده كده 1 2 4 8 في خط الاعداد؟ يبقى الواحد تحت الاثنين. يا نهار ابيض قلتم يا ابني. نرجع تاني من الاول. لا ما صدقنا. يلا يبقى هيبقى الاي بي بتاعي بالشكل ده اهو. الراجل ده هيقلب دي 2 وبدل الدوت ده هيحط ايه؟ كولم كولم كولم. طب تيجي نشوف ازاي بنكتب بيها. بس خد بالك في صفر هنا في الشمال، فاكرين لما قلنا الصفار اللي على الشمال بتنشال؟ صح كده؟ بس هيبقى الاي بي بتاع الانترفيس كده. تيجي يلا اوريكم بتكتب ازاي الطريقه دي. الاي بي بتاع الانترفيس؟ يلا اهو. تعالوا كده. هذا الراوتر التاني. هنعمل ايه؟ هنعمل كونفيجر تيرمينال اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتينج، وبعدين انترفيس فاست 0 على 0 اي بي في 6 ادرس 2001 سي 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 3 سي اهو. وبعدين نكتب ايه؟ نقطتين مكان الشبكه مكان الهوست ما عرفوش سلاش 64 اي يو اي 64 بس. بقول له الشبكه بتاعتك سلاش 64 اي 64 مع نفسك بقى. هو اللي يعمل تمام. ونو ايه؟ ونو ايه؟ ونو شوت داون. بس يا سيدي ادي الطريقه الثانيه اللي هي اي يو اي 64. لما طبعا بتيجي في الامتحان يا معلم بقول لك دي تبعها ايه وجايه منين وراحها فين؟ السويتش ولا يعمل. انظر في المحاضره. طيب اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتينج، وبعدين الانترفيس بتاعتنا. خلاص يا عم بقى الدنيا كده بسيطه وسهله تمام اهو. طب انا لو عايز بقى اشوف الاي بي اللي الانترفيس خدته اشوفه ازاي؟ اهو هعمل ايه؟ شو اهو. لو عملت شو اي بي بس، لو عملت شو اي بي بس فيرجن 4، لو عملت شو اي بي فيرجن 6 انترفيس بريف يجيب لك فيرجن 6. اه يا عم 2001 اهو شايفين 210 شال الزيروك منه على الشمال تمام كده، و3 اف اي في النص، ودي ما اعرفش كام اهو. هو هو الاي بي اللي احنا كنا مطلعينه على فكره اهو. حطه تحت بعضه كده هتلاقيه هو اهو صح. ده حلو كده مش صح كده؟ اه حلو كده. طيب بس بعد ما نحط الايباد على كل الانترفيسز عايزين بقى نعمل الاستاتيك روب بس باستخدام الاي بي فيرجن 6. انا هقول طريقه واحده وانت هتعرف الباقي. انا خلاص عرفت الباقي. بس الاول اعمل ايه يا جماعه؟ الاول اعمل ايه؟ احط اي بي للانترفيس دي واحط اي بي للانترفيس دي صح؟ تعال هنيجي اهو اكزيت للانترفيس الاولانيه سيريال 0 على 2 على 0 اي بي فيرجن 6 ادرس 2001. احنا قلنا اللي في النص ده هتبقى بي 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 شبكه بي 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 اهو تمام. ممكن اعمل كده واقول له 1. حد عنده مشاكل؟ يعني اللي في النص ده ايه؟ صفار صح كده؟ ونو شوت داون اهو. نو ايه؟ هي كابتل زي سمول بس انا متعود اكتب كابتل سمول. نو شوت داون ده ميت اه. واول ما عمل اليو اس بي وفصلت قدامك كده
موجه الضوء. نرد عليه في البريك بقى. دي سادة ممكن يكون البنت قفلت الباب وهو بره. شوف كده رضا. هروح للانترفيس التانية وادي لها اتنين اللي قدامها اهو. كونفيجر تيرمينال انترفيس سيريال 0 على 2 على 0 اي بي في 6 ادرس هي هياها بس الشبكه بقت الاي بي كام 2 صح معلش اهو اي بي فيرجن 6 ادرس وبعدين ادي لها ايه ما خلاص نو ايه نو شوت داون خلاص كده. بعد كده يا جماعه انا حطيت ايبات للانترفيس كلها والشبكه عندي والفروع بتاعتي شغاله اي بي فيرجن 6. هاجي على الراوت على الجهاز ده اهو هدي له اي بي من الشبكه اللي هو واقع فيها. هو كده الانترفيس بتاعته ده الاي بي بتاعها كام؟ والله لو انت ما انتش عارفه خش كده على الراوتر واعمل ايه شو اي بي فيرجن 6 اهو انترفيس ايه. في حد بيكتب شو هنا بذمتك شو اي بي فيرجن 6 انترفيس بريف. هنلاقي الاي بي عندنا اهو صح كده مش ده كان الاي بي بتاع الانترفيس دي هيبقى الجيت واي بتاع دول تمام. فاجي على الجهاز الاولاني واقول له يا عم انت الاي بي بتاعك اهو 2 مثلا اي حاجه يا عم او كده اهو 2. في حد عنده مشكله اهو 2 حد عنده مشكله ده فور صحيح. طب ما تقولش ليه يا عم من بدري اهو الراجل ده اهو كده ورحت عامل ايه 2. طب هو سلاش كام 64 ما احنا عندنا رقم الشبكه هو الاربع بلوكات الاولين. طيب الجيت واي بقى بتاعتنا يا ابو حميده تبقى كام الاي بي بتاع الراوتر اهو صح كده طيب الجهاز التاني هديله نفس الكلام اي بي فيرجن 6 تحت اهو ده كله وبعدين هديله كام 3 سلاش كام يا معلم 64. طب الجيت واي نفس الجيت واي اهو تمام. طب الشبكه دي عايزين نحط لها اي بيهات نشوف الاي بي بتاع الانترفيس بتاعتها الاول اللي احنا كنا عاملين سي سي بس كنا عاملينه بطريقه اي او 64 تمام مش هتلاقيه وحايد شو اي بي فيرجن 6 انترفيس بريف. فنلاقي 2001 معرفش كام اهو ناخد ده كوبي ونظبط الاجهزه بتاعتنا. الجهاز ده هنديله اي بي اهو هشيل كل الكلام بتاع الانترفيس بتاع الراوتر ده واكتب كام 2 مثلا اهو سلاش كام 64. طب الجيت واي الاي بي بتاع الراوتر اهو. طب الجهاز ده نفس الكلام اهو هشيل كل الكلام ده واحط كام 3 بالجيت واي الاربع كنت الاولين بتوع الشبكه التانيين بتوع الجهاز بتوع الانترفيس تمام كده. اهم حاجه يكون اربع بلوكات يكون واحد بالظبط اهو 4 وكام 64. طب يا معلم بقى انا عايز ابنج من هنا لهنا مش هينفع اصل الراوتر ده ما بيعرفش غير اللي جنبه والراوتر ده مش عارف غير اللي جنبه. طب ينفع انا اعرفه الست كروب بس بيستخدم الاي بي فيرجن 6 هعمل لكم طريقه واحده وانتوا عارفين الباقي بقى اهو ازاي. اخش على الراوتر ده واقول له كونفيجر تيرمينال اي بي روت لا يا معلم اي بي فيرجن 6 روت على طول كلمه اي بي ازود لها ايه في 6 الشبكه اللي هي بتاعت مين اللي هي سي 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 ها سي 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 صح كده دول بتوع الشبكه سلاش كام. عايز تروح للشبكه دي اطلع من السيريال كام ايه بقى الفرق وايه المشكله اي بي روت الشبكه سلاش السبنت ماسك بتاعها الاكزيت انترفيس. لو عايز اعملها بالنيكست هوب هعمل ايه اي بي روت الشبكه سبنت ماسك بالاي بي اللي قدام صح الكلام كده. طيب عايزين نعرف الراوتر ده ازاي يرجع للشبكه دي تمام اللي هي اي 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 اهو كونفيجر. تيجي نعمل دي باستخدام النيكست هوب ايه رايكم تمام اي بي فيرجن 6 روت الشبكه اللي انت عايز تروح لها كام 2001 اي 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 اي
ايه 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 نقطتين نقطتين سلاش كام 64. الاي بي اللي في وشي كام 2001 ها بي 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 ايه يا عم اللي حصل معلش اهو بي 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 وبعدين كمان بي 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 وبعدين بي 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 وبعدين نقطتين نقطتين واحد كنا عاملين كده واحده واحد واحده اثنين تمام وانتر حلو يا معلم اهو تعال نحطهم في النوت باد الاثنين دول ادى الستاتيك روت باستخدام الاي بي فيرجن 6 اهو حلو كده حلو قوي الراجل ده كده رضا قوي يعني اهو اهو كوبي محمد خلاص محمد خلاص طب يعني ده ينفع يعني ياكل حمام من ورانا طب على ما ينعدل بقى على ما ينعدل كده ويظبط نفسه اهو ماشي نجرب كده الباكت راح جاي يعني لو انا وقف دلوقتي هنا وعملت بينج الراجل اللي هناك اليمة التانية ده اللي هو 2001 سي 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 نقطتين نقطتين اتنين يا سلام الله يهو واهو الراجل ده عايز يبعت باكت للراجل ده اهو طبعا هو يقدر ما يروحش اهو تمام كده شغلنا الشبكه بتاعتنا يا جماعه ستاتيك باستخدام الاي بي فيرجن 6 ناخد بريك ناخد بريك هو خد بريك اصلا